يعني الحمدان معظمها مفهوم، لكن حموا عليهم، حموا على مصر الناس بس هم جانب شوية ناس إلى باب صعب. صعوبة تكمن في حاجتين، إن كل معلومات مهمة في حياتك المستقبلية، النقطة الثانية مع كل احترام والتقدير كتابك في الكارت باسلر محتاج تزود فيه حاجات كتيرة، الاوتوماتيك التزلط اللي موجود، لكن كارت باسلر أكيد ما تكون كويس بس أنا هزود كتير، وهذه الزيادات عالية. لو قدرت تاخد دروس معايا بالذات في الأنجينا، وأنا هزود في الهايبرتنشن اللي هو هيكون كنت سابقا كنت سابقا مفيش حد بينظر فهناخدها، وهو ثلاث مواضيع أربع مواضيع. موضوع هناخده يا دوبك صفحة واحدة اسمه أنتي أريتمي درايف، يعني بالمفهوم مشطوب من عليك معانا التقسيمة بتاعته اللي هي الأدوية اللي بتعالج عدم انتظام ضربات القلب أنتي أريتمي. طب كنت أتمنى أن التفصيل بقى لهم حوالي 10 سنوات بيدوب. ثلاث مواضيع كل واحد أثقل من الثاني لكن لطيف مطلوب في حياتك. أنجينا أنتي أفكتوس الزقة الصدرية اللي ابتدت تهاجمنا بكثرة دلوقتي. نمرة اتنين موضوع اسمه Heart Failure. نمرة تلاتة هايبرتنشن. دول ثلاث مواضيع الحقيقة اللي بتلاحظوا إن نصهم ده بيبتدي الامتحان معاه يعني كلاسيفاي أنتي أنجينال دارت كلاسيفاي الدرجة اللي تريدوا في كونيك هارت فيلير أو كلاسيفاي أنتي هايبرتنسيف دارت أو هايبوتنسيف دارت. ثلاث مواضيع جامدين يهزوك قوي من الأعماق ومجايين أسامي لكن شو الأسامي المهمة مهم الفعل. أول موضوع النهاردة هناخد مع بعض اسمه أنجينا فيروس. اكتب عليه نظري هام جدا أو خالص. فاهم ازاي؟ واتس أنجينا؟ مش انا اتفضلت معايا النهارده قبل ما اسافر المقدمه. واتس أنجينا؟ اسمع معايا عشان هتكتب في الاول شويه معلومات. انا الأنجينا موضوع عملي كمان ده ضد من الاول، فانا خدت بعض الكلام العملي مع النظري في البدايه. مفيش حاجه هسيبها في كتابك بس هقولها بعرض مختلف شويه. واتس أنجينا؟ أبناء أنجينا عبارة عن بين. كلمة أنجينا معناها chest pain due to ischemia of the myocardium. chest pain أنجينا ده مش مرض، ده عرض لأمراض كثيرة. تقول لي ولا فاهم حاجة، بدايتها صعبة. أنجينا ده عرض. أنجينا تساوي chest pain. Transient chest pain. طب إيه سبب chest pain؟ Due to myocardial ischemia. ده التعريف اللي بيعجب الناس. أهو. بص. chest pain. Due to myocardial ischemia. يعني قلبي مش واصل له أكسجين كفاية. طب ما يقال يسكين يا سببها ايه؟ على فكرة في تعريف تاني أقوى نقل عن كتاب هايسون كتاب بطنة يقول لك. طبعا هما هنا بيتكلموا على أهم نوع من الأنجينا اسمه أثيروسكليروتيك أنجينا أو أنجينا أو في أفرق حبيبات أو يسموها ستيبل أنجينا أو يسموها إكزيرشنال أنجينا. إيه ده كله؟ أو ستيبل أنجينا كلها مترادفات وحضروه كلها عليه. أثيروس كلوتيك عارف السبب، أو ستيبل أنجينا تيجي لما أعمل مجهود بس، أو إكزيرشنال أنجينا أنجينا أوف إفورت كلها معاني واحدة. ده أهم نوع. في تعريف تاني عاوز نفسي أقوله يقول لك أنجينا إز جست بين
bullying, due just being, due to precipitated by aim. You are precipitated by exercise. دكتور محسن أنا لما أمشي الشارع بسرعة يجي لي chest pain. أنا لما أطلع الدور الرابع يجي لي chest pain. هشرحه بعد شوية. During emotional stress أنا نزعل ولا حد يكسر عليا بالعربية وفجأة كده طوبة في الحتتين. During sexual intercourse severe chest pain. What's angina? Angina is transient chest pain due to myocardial ischemia. قلب مش وصله مش كفايه. Precipitated by exercise. Emotional stress, the hazard. Sexual intercourse, relieve the bar. Rest and nitrate. بقى عارف النهارده الساعة دي عن شوية تعبيرات relieve بالراحة. يعني لما امشي كده ألم اقف. استنى كده دقيقة أو حاجة الألم يضيع. أو relieve the bar أحط يا دكتور محسن قوس تحت لساني يضيع. هنعرف أصلا إيه من نايتريت أو أشم بخاخ نايتريت أهي كده كده عد ما فيش دقيقة يضيع الشست بين. ده تعريف الأنجينا تكتس. السؤال المطروح إيه سبب الأنجينا؟ ليه الواحد مننا يجي له أو ناس كتيرة رجالة وسيدات رجالة خمسة إلى واحد سيدات بعد سن كل كلمة أو كلينا بقولها هتلاقيها في العملية في النظرية بعد سن المنوبوز يبقى 1 to 1 1 to 1 لكن قبل سن المنوبوز كده ما اعتقدش ان في مين وعندها الاستروجين بخيره تعاني من تشست بين. أنجينا سببها ايه يا دكاترة؟ امبالانس عدم اتزان بين وات ايضا سبب increase oxygen demand of the myocardium زي ما قلت بيجهد نفسه جامد قوي increase oxygen demand of the myocardium انا عمالي اجهد نفسي يا اخي ده القدره عندي سليمه لكن انا انسان مش عاقل مش حكيم انزل اصحى من الساعه 5 الصبح ومش عارف اروح اعمل فين واشتغل هنا واروح اعمل ايه مديش نفسي راحه increase oxygen demand هتضرب الناس اللي هايبرتنشن القلب has to pump blood against peripheral resistance محتاج اوكسجين اكتر هتضرب الناس اللي توكسيك اللي عندهم تاكيكارديا هتضرب التاكيكارديا ناس كتير لما يجوا يقول لك مش عارف حسيت احساس غريب كده يا دكتور ناصر في الحتتين او يقول له لحضرتك بقى بعد كده دكاتره واتس انجينا اللي هو من اهم المواضيع بتاعت ماسك الثلاث مواضيع دول بقول لك chest pain أنجينا ده مش مجمرة ده عرض في أمراض كتير اللي عندهم هايبرتنشن جيلهم أنجينا بين اللي عندهم ثايروتوكسيك جيلهم أنجينا بين تعالج الهايبرتنشن تعالج الألم تعالج الثايروتوكسيكوز ممكن تعالج الألم يا جماعة أو diminish oxygen coming by the coronary أو الكوروناري داك داك ما احترمتش القوانين الطبيعية من وانت ضايع ما تاكل دهون يقول لك السمنة البلدي ما فيش أحسن منها الكلام الصحيح مع كل احترام الخير مصر والبيض والسجق والفا ساتشوريتد فات فظيع عمال تاكل جنك فود والشيبسي كل ده جالك اخر سكلوز من سنة الخير حوالي انا فلايت على بتبتدي الاكل سكلوز من سنة 10 سنوات ويقعد يزيد معاك طبعا لما تبقى كده سني يعني كبير خالص تجد البزل تسد يمكن 99% شوف ساعات نعمل قسطرة واحد البي تي سي اي بيبتدي استمانس اليوم لما تقول الجيوغرافي تجد مسدود 99 سرسوم اللي بيعدي بس للدم صار زاد عايش دكاتره اتلسكلوزس اهو دي او اس اهو بص فيز اوبشن ديماند امبالانس ميزان مدفوعات اختل او دينيش اوبشن كامن باي ذا كولي ايه اسباب دينيش اوبشن كامن باي ذا كولي اتلسكلوز وانيميا انيميا بناتنا لما تجيلي بنت تقول لي انت قلت ايستروجين
والبنات عندهم استروجين بخير ولسه لكن بعضهم لو كانت والهيموجلوبين 6 و7 الارقام اللي ما بتشوفهاش في اي بلد في العالم في مصر فازاي تفاجئ يجي لها انجينا بين تيبيكال انجينا بين ولا بتعمل سي بي سي صوره دم وفاجئ انيميا جامده انيميا جامده معناها نقص الاوجين كومنت بلاتلت ملاي تشتكي من انجينا بين فهي ليست اكذوبه او ليست بدعه ان بنت من بناتنا تقول انا عندي انجينا بين بس مش كل واحد على كده يقول انا عندي انجينا بين حسب الهيموجلوب التقديم ده ادي انجينا بيبس تعرفوا بنزيد يقولوا السموكينج وستريس اهم تو ريسك فاكتور
على فكرة سيدنت رايك لما بمشيش المشي أهم حاجة، مش الجوري مش الجري. اللي اختار عزيز الجري مات وهو بيجي سنة 84 تمانين في المعزين يا حبيبي. ده هناك كان يعني واد الصحف والمجلات كلها كان قالوا جو بنجلان اهو هيريديتري ران ان فاميليز. بقول مش قادر اقول كلمه جين، لكن تجد سوري الاب توفاه الله بيته زرعه سنه 40، الابن نفس الايج عامل زي الهايبرتنشن كده. لكن انا بقول حاجه، انا يعني مش معنى كده ان انا هتوقف الحياه اللي لازم هيجي لي بدل ما اقول يا لازم هيجي انا ما بقولش. لكن اكتر هيريديتري كورونا يا عم زين obesity is the world over the heart. مش قادر اقول لكم الكولد اتموسفير شكله ايه؟ يعمل كونتراكتنج ازاي؟ عشان كده مش قادر اقول لكم. عشان كده لازم الواحد يلبس جامد قوي قوي في الجو البالانس. يعني هناك في نيويورك مثلا ماينس 2 دلوقتي ده درسها هيتفق في ماساتشوستس بوسطن جنبيه حتيها تجد ماينس 18 فاهم ازاي؟ القلب بتاعه مش فاهم اللي عنده زحمه صدريه يدفي نفسه جامد قوي او يخوفه من ده. دي مجموعه ريسبول فاهم. بص طبعا ستريس الوسط اكتر ناس يجيلها يا جماعه، اكتر ناس يجيلها الانجينا هم الدكاتره نمره واحد. انا مش بقول كلام جزاف، نمره اثنين القضاء والمحامين والبزنس مان يعني بالبلد اللي بيفكروا مخهم كتير. ما تحملش هموم مرضاك معاك في البيت. شوف انا عشتها تتحول حياتي للجحيم فاهم ازاي؟ بالذات لو كنت مرتبط حديثا بكل حاجه تحكي لخطيبتك على العيان ده شفته النهارده كان عنده كذا، انسى الكلام ده. لا تتاثر انت بيه. بقول لكم نفسي يا اي استاذ الوحيد اللي كلمته على هذه العلاقه اللي هو عضو جمعيه الايه؟ ايثكس ميديكال ايثكس اداب المهن في ادوس شرح على كده. جماعه خلاص احنا قلنا دكاتره اسباب المرض قلناها في التعليم هايبرتنشن هايبر ثايرويد تضحك عليا اتس جلوت هايبر لايبيديميا انيميا زودت بس الدايابيتيك دايابيتيك ساعد الاتس جلوت والاريثمياز زي التكيكارد نفس الكلام اللي قلته فوق يا جماعه. انا هزود نقله من العملي حته بسيطه اهو دي الانجينا الاسباب اللي بتعملها ادي العواطف فاهم ازاي؟ اكزرشن بتكون بتجري جامد هيفي نيدز بتعمل اكل كتير قوي انك تعشيك نمت هنا جالي الام زعل دخلت الكولد اتموسفير ريليفد باي ريست ريليفد باي نيتريت اهي نيتريت. في مصرنا العزيزه القاهره مثلا لا يوجد زاد السبري اكثر من 10 وحدات في كل مصر زاد. يقول لك انا بقول فيها خلاص تحت لسانك ده اسرع نيتريت سبري. لا هناخدها بعد شويه عليه في سابلينجر تحت لسانه في جوه كلهم مهمين. ده انا خلصت المقدمه مش هتديني على طول يعني. اللي بعد كده يا ابنائي ده مش مطلع بس لازم تعرفه في العالم. الألم يجي فيه شكله إيه؟ السايت يا جماعة في بين قد يكون تريكوديا البين هنا بص بالعتاب ووضعها سلم. قد يكون غاديت البين يتحسب أماكن تانية أقولها بالحرب. قد يبقى غاديت اللفت أعرف الناس حافظاها يقول لك إيه الشمال وجعني صابر الاثنين دول وجعني مع الألم. قد يكون صدقوني راديتنج لغايه بس مين يدفت. قد يكون راديتنج للابيجاست ياما ياما زملاء لينا اشتكى من الام في الابيجاست وللاسف ساعات منا ناس كتير شخصوها حموضه زياده حموضه زياده. وحكيت لكم قصه رئيس قسمنا مش هقول اسم الكلام ده كان سنه 86 لما كنا في مؤتمر في هاوس وكان رئيس المؤتمر هو وانا كنت وقتها يعني استاذ مساعد وجيت امشي الساعه 6 قال لي يا دكتور انت ماشي بدري احنا عياده وفيك صحه رئه الاول بس ساعتين قال لي ان انا حاسس تاني في حلقان اول مره احس بيه
قلت له أني معك أدوية، أنت بتشيل أدوية، قلت له معايا ألتاسيد مضادات حموضة بس أفضل نعمل إي سي جي. حتى كان معانا الأستاذ تامر الله يرحمه فرزان، قال لي هو كل حاجة عندك تعمل إي سي جي؟ هو قال لي يعني شوية حموضة يا أخي، قال بس ألتاسيد. قلت له الدواء عملناه مع بعض اسمه ألومنيوم هيدروكسيد جيل فرزان مالوكس، خده. قال لي يا سلام أنا فارق عليك يا دكتور مصطفى، أنا استريحت قوي. واحنا نعمل اسم قلب فقط، فاهم ازاي؟ اقول لك هذا ما حدث، مش معناه بمادي الدهنات برضه تقول كده. اي واحد دخل بيتست بيه ياخدوا هيستوري منه لقوا عنده اي بريسبوز فاكتو، اعمل اسم قلب. لو قلنا اسم قلب مش دقيق 100% ما يطلعش ل 70% من الحالات، اعمل ياخد لو القلب جديد، اعمل حاجه اسمها كارديك ديزاين، انا اخدها اسمها تروبونين وسي كي توتال وسي كي اف بي. هنا تطبيق ده زي الفل، من اكل السمك هي دي الجديده. ويبتدي بقى عاوز دينايل ينكر باستمرار، لا ثم تطلع اي حموضه زياده خلاص. ساعات راديتي بقول لك الكلام ده في العمل، راديتي بلفت عرض يا اما بتريكوني بالسايت يا راديتي بلفت عرض باي ار ابيجاسم بريكوني بول بلادر راديتي تو ذا باك انتر سكابيولر فيري كومن. صدقوني ساعات راديتي تو ذا باك ومات مني عيان راديتي من التيم هنا. قلت جاي من ليبيا، قلت لهم ده شاب وقلم وجاب ما بينكرش. يقول لك ديس وان، لازم نروح نقتله العصب، فاهم ازاي؟ يا حبيبي القلم شكله غريب، مش قلم دفع بيقول لك كده يطلع طالع هنا. عاوز اقول ديوريشن بين، هو شكل البين ايه؟ شكل البين اقول نيفر ستيتشن، عمره ما يكون دباليس. نصكم مع كل احترام لحضراتكم طبعا، او سن انتوا عديتوا سن واخد سلام يعني، لو بقيتوا رجال يافعين وبناتنا يافعات. المهم ساعات كانت الناس يقول لك ايه؟ انا عندي هنا شكشكه تحت النيبي، فاهم ازاي؟ ولا تعبره، يعني انتوا مش تعبره، طمنه دي بسيطه. يقول لك حاجه زي الدبابيس محتاج، ده مش شكل، ما شكل الالم اللي زي حصليه. اتنين بي ستابين بين زي سكينه، ستابين بين. It may be heaviness. صدقوني عن خبرة بسيطة، على الأقل بشوف لي مثلا على الأقل 10 مرضى في اليوم الواحد منهم أنجاين وغير أنجاين. ضيابيتك معظمهم للأسف بيجيلهم أنجاين. heaviness طول الوقت في الحتة دي. ساعات ما أعرفش يا دكتور، مش قادر أوصفه. ما أعرفش أوصفه. هو أنا مش مبسوط. heaviness. burning. stabbing. كلها متطرفات. never stitch duration of action 9 من دول احنا يالا كلها بقى دي وجع لها اول امبارح حالتين ثلاث سيدات الام ستولي ايه من الصبح عمرها ما تبقى الام زبحه صديه زبحه صديه never hours maximum 20 minutes maximum ما شفتش 20 minutes عارف قاعد تلت ساعه غالبا ما يفضل يلي فاهمين الكلام ده عليك مش اجتماعيات فاهم ازاي؟ عمره ما ساعات يقعد دقائق معدودات وقد يكون نص دقيقه او دقيقه اللي يوديه يا ستي ريست ونايتريت ده اللي يوديه اللي يضيعه يا جماعه اهو اي شكل شو ازاي عملت شكل البين ليفت ورايت هنا ليفت ارم رايت ارم نك طلعت من النك يبقى جسد حتى الجول بلاك ده ما كانش طيب شوف انجاين عندي اربع انواع من الانجاين لما شرحنا بسرعة البيتا بلوكر في الاوتومومنت لو شرحنا البيتا فاكرين لما قلنا البيتا بلوكر قلنا اربع بص ده اهو اسمه ايه؟ ستيبل انجاين ماشي خط صغير شوية انجاين اوف افورت اكزيرشنال انجاين لا سيب واحد ايه كمان؟ كلاسيك انجاين اتلس كلوتيك انجاين انا بحب كلمة انجاين اوف افورت عليك في العمل يا جماعة موضوع كامل متكامل الزفحة الصدرية انجاينا اوف افورت صدقوني هتشوف منها لا يقل عن 90% مرضى الزفحة 95 انجاينا اوف افورت يا دكتور لما اعمل مجهود اتعب لما مد في الشارع اتعب لما اطلع سلالم اتعب فاهم ازاي؟ دكتور بص بص سببه ايه؟ كورونا يأثرس في الهوز ممكن اقول لك حاجه وانس الكورونا يبقى اتلس كلوتك اسف في الكلمه الجايه مبروك فاهم ازاي؟ It will never dilate. The irreversible process
هذه نتيجة أعمالك. فلذلك أعمالك تشاهد بالأكل والمجهود الزيادة وعدم الحكمة. ما أنت حصلت أخذ الأسبوع تصدق في حاجة بالصعب تزقل وانا أعمل إيه؟ أعمل إيه خلاص؟ هو ده نصيبك. Try to reduce the cardiac work. وصلت؟ عيش على قدك. قلل الهارت ريت. قلل الكونتراكشن شوية. قلل الكونتراكشن. قلل الورك اوف ذا هارت. قلل الأوكسجين ليفل ذا مايوكارديا. جماعة مش فاكرين الكلام ده ولا لا؟ فاكرين حاجة اسمها بيتا بلوكر ولا لا؟ هل أنا قلت لا سمح الله إن البيتا بلوكر بتوسع الكولي؟ حاشا لله. عمري ما قلت البيتا بلوكر بتوسع الكولي. ده يمكن تضيقه وانا هتعرضها تاني تحتاج بس انا بديها عشان تقلل الكارديت ورك. وليه يا اخوات تاني وسطه فاهم؟ ايمان try to decrease cardiac work مش كده؟ try to ايه؟ قلت له ايه؟ decrease ايه؟ cardiac work ده هذا النوع من الذكاء. يا سلام على الاسمه التحتانيه دي شايف؟ انا بسميها منظر الكوسه فاهم ازاي؟ منكم في اول بوسة شايف اني كونة بعيد ده مش شايف ما بتساعد شايف العمر بص قالي اهو قالي كونة شايف الاتس كلوز عمال يسد سلسوم نعمل اشعه في اشعات ب 1950 فاهم ازاي؟ في لكن في اسطر اغلى شوية فاهم ازاي؟ فالبي تي سي بيركيوتينيس او ايه منظرها؟ ترانس اليومينال كوروناري انجيوغرافي يقول لك هيحكي لك سبغة كده بيطلع لك خريطة كده خد عمل لك اشعة تشخيصية تاخدهم من الواقع بيعملوها او دي اسطرة تشخيصية الاسهم دي حاجة اسمها اشعة بس انت طلع عندك اللات اللي وصلنا للارانب مسدود 90% وطلع السيرك سيركمفلكس مسدود 60% وغاية كوناري بدون 70% فانت عندك مالتي فيسل ديزيز اوفر ذا مايوكارديت اهو وشوف هتعمل ايه ممكن نعملها لو المالتي فيسل ديزيز ممكن نعملها حاجه اسمها كابج كوناري ارتري باي باس جرافت اللي يعني في القلب المفتوح وهنشرحها مش وقت دلوقتي عليك او نجيب لك لو عملت ستنت تبقى انسان متعب فاهم ازاي يعني متاكد لك الدعامات زي سوسته الالم الباركر الاصلي فاهم ازاي يدخلها في الكورنر يسيبها توسع كده وتفتح البيزنس وبعد شويه تاكل دهون تاني وتشرب سجاير تاني بتاع تديك تاني وتقفل زي الاول بالظبط فقد يكون وجودها يشجع انها تقفل اكتر لان ما سمعتش الدكتور محسن عمل دعامات دوائيه ودعامات يا حبيبي بتقفل برضه لو كنت انت سيادتك مش مضاد اهو خلاص ده غصب القلب مش هشرح استيسيف اند بريزنت في نوع تاني من ذبحه الكلام ده عليك بص فيريانت انجاينا فرينز ميتا انجاينا ده مكتوب عندكم الكلام ده انا عارف مش كده او صح بس لغه او صح فرينز ميتا انجاينا ده اسم الخوارج فيريانت برضه سبيستيك انجاينا بص انا قاعد وسط عيالي كده هم بيسموها في مصر انجاينا اتريست اتريست انا قاعد وسط عيالي مبسوطين وفي سلام وجايب احفادي معايا وفجاه عيالي ايه اللي حصل؟ ما ده احنا ده بيضحك بيضحك ومبسوطين انا قلبي ده فرنسا ما برضه سباستيك انجاينا يقول لك حصل له سبازم اوف ذا كون تقلص في الشريان التاني ودي تيجي مالهاش علاقه بالمجهود يعني ممكن تيجي اتريست I'm trying to hold space. صعب. ده يا جماعة try to dilate the colony. بنحاول كده نوسع الكون. شايف انا الغسل كان اهو شكله ازاي؟ بيدي اهو. Try to dilate the colony. حاول بص ازاي؟ توسع الكون. لسه قال. صعب. هو بيدي الكون او يكون كده وفجأة ايديه. الشخص يجيله آلام على فكره لو انت لما دكتور شاطر انا فاكر يعني قلت لكم شخصت مسؤول زمان لما كان من بره شخصت ان هو انجاينا اوف افورت فاهم ازاي رحت نديله بيتا بلوكر وهي كانت فيريان انجاينا برنزميتا طبعا اعطاني بيتا بلوكر في الفيريان ده
هي سببها ايه؟ بيكون نشاط زياده الفا ريسبتورز في الكورنر. الالفا بتعمل كورنر اكسباند. وجود البيتا يكون مفتوحه بصالح الميت. لو انت تبرعت دين شاكرا واديت بيتا بلوكر، الالفا تاخد الابر هاند خالص وتزود الحاله. فاهمين ولا مش فاهمين؟ يعني لسه اول مره احنا الارجان هناخد فيها 5 ساعات. فاهم ازاي؟ بص دكتور النوع الثالث على فكره في الاي سي جي النوع ده من الانجاين مختلف شويه. اس تي سيجمنت مش ديبريزنت، بتبقى ريزد اس تي سيجمنت. مش وقته يا عم، مش وقته. بس هنا الهدف، هناك الهدف تقلل التارجت ورك. هنا ما اقدرش اوسع الكورنر بليف اهو. هنا الهدف احاول اعمل ايه؟ اوسع الكورنر. في نوع ثالث وحش ميكس الطعم. يعني في اتسكلوز وان توب كمان في سباز. حاول تقلل الكارديو كورد وتوسع الكورني او تمنع السباز في ده. اهو بص ميكس الطعم due to combination of the above factors try to reduce cardiac work and by it the corner. يا سلام، بص حتى المنظر شو زي اهو. اهو هاي المنظر شو زي الله يخلص مطلع من دي زي كمان اهو. فالاوريدي هو ضيق من اتس كلوز اهو شايف ازاي، ويدي كمان وطب فاهمان اكس الطيب. اما اسوء نوع وانا بعتبره emergency حتى بدو اسمه unstable angina pre-infarction. infarction ما معك دلتا pre-infarction الألم عمال. عارف ايه unstable؟ اقول له ايه اللي جايبك دلوقتي؟ يقول لي يا دكتور مش مستريح ابدا، اعمل مجهود اتالم ولا مستريح اتالم. هو ده في ميكس تايب نوعين مش كده ولا لا؟ هذا النوع يا جماعه لازم يروح مستشفى ويبتدي حاجه اسمها انتي كواجولانت ثيرابي. انتي كواجولانت مضاد، لازم اديله مضادات تجمد الدم او مضادات تخفض الدم. الادويه اللي هنستخدمها في علاج ده ايمرجنسي، لازم عم ساعات يروح مستشفى. جماعه الادويه اللي بتستخدم في علاج الزفه الصدريه لسه بيها لازم تعرف اهي. معلش تريتمنت اوف انجينا. بص يا دكتور اهو واحد انش انجينا ولا ايه؟ معلش شخص اول الاسامي بس بسرعه وامسك اول واحد فيهم على طول. نايت لايت اند نايت لين. مش هنختلف مع بعض مع الكتاب اختلاف المحبه. كتابه كاتب نايت لين، انا كاتب نايترايت كمان. اللي هيشتغل منكم في امريكا هيلاقي نايترايت، حاجه اسمها امين نايترايت. اللي هيشتغل في انجلترا هيلاقي نايترايت، بعض بلاد اوروبا وامريكا نايترايت. ولو ان قل استخدامه قوي لي حد دمك دي حاجه دي بس. بس النايتريت فيري كومن ادويه في علاج الزفه الصدريه. اثنين أمر أنتي أنجينا موضع، مش هقول أساميها دلوقتي. حاجة اسمها بوتاسيوم شانل أوبنر. خلاها تاج الطالب يعرف. دواء اسمه ميكورانجين. دول جداد. بص مش معنى خدتهم هنا. ليهم علاقة بالنيتريت. دراي ميتازيدين. اسمه في السوق فاسترين. بس الناس تقول لك ده أنا عندي أي بياخد فاسترين. ثلاثة. رانولازين. مش هي دي القضية. أذر أنتي أنجينا. دراس اول موضوع اتباعي نظري هام ماي تايب ماي تريت. طبعا مش هي كل الزرقاء صدريه نظري، دول ام اس كيو بس. ثم اللي بعد من اللي بعد اللي نظري ايه هم بقى اللي بعد من اللي بعد؟ كالسيوم شال بروكر، كالسيوم انتن. بسمع الكلمات دي كتير على الكالسيوم شال. والله زمان يا ادلان فيليبين، والله زمان يا بيرافامين ايزوبتين. انا متعامل بالاسامين. والله زمان يا التيازم كارديزم. ثلاثه هناخدهم مع بعض. ليفيديبين ادلات، بيرافامين ايزوبتين، ودلتيازم او كارديزم. كالسيوم شانل بوكر احنا نظري هام برضه. نايتيل نظري، كالسيوم شانل نظري. معلش انا بعترف بخطئي، ده انا اصلا بيتا بلوكر من 4.
بيتا بلوكر يا جماعه هو في علاج ذبحه من غير بيتا بلوكر كده لو كانت كونتر انديكيتد. لا بص اهو دكتور بيتا بلوكرز يا سلام ان سيلكتيف وبانرول اوكسيبيرول نادلول عشان تستخدمهم النهارده سيلكتيف اتينولول ايتوكولول. معلش انا متعمد اقول كلمه ادجوفنت ثيرابي استنى علاج مساعد سبب انا بقى بس الليست. بص شوف لو انا عندي ستيبل انجينا تفهم ازاي السكوب بتاع الزق. انا زودت عن كتابك معلش شويه انا عارف بس لازم تعرف هذا الكلام وهديكم كده نسخه يعني صلى الله عليه وسلم مش همشي مش هسيب لما يكون الحاجات دي. بص انا يعني مش هسيبكم اكتر من اسبوع ربنا يدبر. بص درجز انهبيتنج بليتلت اجريجيشن انا اللي محتاج لكم مش انتوا محتاجين يعني انا مستفيد نفسيا لسه الاقي حد يفهم مني لكن مش عارف انت صحيح ولا لا. درجز انهبيتنج بليتلت اجريجيشن ادويه بتمنع بليتلت اجريجيشن. استنى اقول لك كلمه تحسب ضدي مش معايا لا انا هتحسب ليا ان شاء الله بعد عمر طويل. لو انت عندك ريسك فاكتورز لو انت مدخن وانت ناهم في اكل الدهون ولو من عيله فاميلي هيستري بوزيتيف اوف انجينا نصيحتي خد اسبرين الاطفال كل يوم للزمن. فاهم ازاي؟ ايه هو ده؟ لان الاسبرين بسمول دوز بيمنع بليتلت اجريجيشن. بص اسيتايل سلسلك اسيد دواء انا ساعات بهزر مع المرضى وبكتب بوشته مثلا في بعض العيال خد الناس على قد عقلها يعني تقعد تراجع معاك تاني بشده ويطلع بعدين يفتح الباب تاني. فاهم ازاي؟ يقول لك ده عارف الاسبرين مش مهم. انا اقول له ده اهم دواء في روشيتا اهم دواء صدقني الاسبرين في روشيتا. الناس فاكره اسبرين يمنع بليتلت اجريجيشن يمنع يا بطار ادويه اخرى باي باي دامول محدش تك لوبيدين كلوبيدو جريل عارفين الدواء ده بكام؟ بس مهم قوي للاسف مش قادر. الدواء ده ب 220 جنيه رخيص خالص نسبيا رخيص 220 جنيه كلوبيدو جريل بلابكس اسمه بلابكس. بعضهم كده بياخدوا يقول لك عندي ايه بياخدوا اصل عمل قسطره وركب دعاء يقول له خد البلابكس ده دواء يمنع بيه. بس انا الاسبرين على قلبي قوي الغلبان والاسبرين بجنيه واحد اسكوسين ما ينزلش ب 75 مللي جرام لبنين جمعه صغيره. تقول لي هو قرص الاسبرين كام يا دكتور محسن؟ دي وظيفتك انت كطالب طب انت لو عملت كده تبص له قرص الاسبرين كان هيكون 325 مللي جرام 325 مللي جرام على فكره جرام 1000 مللي جرام. فاهم ازاي؟ ما تقوليش 325 جرام. فاهم ازاي؟ 325 جرام ده هو اكيد بيدور. فاهم ازاي؟ لكن انا بقول ده 325 مللي جرام في شركات عملت 500 مللي جرام بتكلم على التسويق انت هتاخد 75 مللي جرام وفي قول اخر 81 مللي جرام اتش 1 مللي جرام وفي قول اخر 150 مللي جرام 150 مللي جرام يعني اقصى حاجه نص قرص اسبرين العادي بتاع الصداع. فحضرتك مش كله اسبرين اللي بتقص لا مش كله اسبرين. عارف لو كترت من الاسبرين خدت قرص كامل من الاسبرين العادي اللي هو الاسكين وريفو النار الاكله بتاع الصدمه دي. فاهم ازاي؟ اذا خدت قرص عادي يعمل حاجه عكسيه شو دي ما تستفدش منه ابدا. انا هاخد اسبرين اطفال انجلها دي اسمها اجمل ثوب تتوقف بعد كده. لا يوجد علاج للزفه بتدي يسحب المايكين لا يوجد حد منها لا يوجد علاج للزفه من غير تصليح بريسبوز الفاكتور. بص شايف اكسرسايز لازم تمشي. عارف الاكسرسايز فوائد ايه؟ واحد في لها بجد بجد انا بفتح موضوع بس اوبن للكولاترال. لو حد منكم يشوف الكوني بتاعتي مثلا اذا حبيت يعني عندك ثقافة عامة وبتاع تجد كلها مسدودة. فاهم ازاي؟ أنا بقول لك حقيقة لو راح هتلاقي معظمها شيء 70% و 60% 90% بس أنا ما أنا عايش إزاي؟ طبعا بنعمة الله سبحانه وفي نفس الوقت في برنامج رفيعة اسمها سمول
monary tributed collateral دي بتتفتح مع رحله الزمن. شوف عندي ما شاء الله يا مطلعت ورحت ودرست وجيت عملت تجد عندي collateral. عشان كده كلمه الحركه بارك انا بحبها. بس ما فيش واحد عنده هارد فيل تقول الحركه بارك اقوم نط من الصين كل يوم. طب ازاي؟ بيبايز مرض الانجينا بيتحرك عشان يفتح الكولاترال. اكسرسايز يفتح كولاترال. اكسرسايز تعرف يكسر الجلطات الرفيعه الكلام ده ام سي كله. اكسرسايز ليه حاجه اسمها فاي دريلوليتيك افكت. والاكسرسايز يحسن كمان ميكانيكال افشنسي اوف ذا هارت. فكلمه اكسرسايز كلمه عامه طالب الطب. واحد اوبن ذا كولاترالز في الهارت. اثنين فايف دريلوليتيك افكت. ثلاثه يحسن ميكانيكال افشنسي اوف ذا يعني كارديو ورك على الاوكسجين. يا سلام. ايه كمان؟ ويت ريدكشن. بعد اكلك بطريقه معينه بعد قبل التدخين. ما تبقاش اجريسيف تعالى. لكن كلمه حق عندما ياتي لك مريض وبيشرب سجاير وعنده انجينا او هايبرتنشن نصيحه ليه؟ نصيحه ما حد بطل سجاير والا مش هقدر اعالجك كويس. انا ما بقولش في بعد كده ما تجيش تاني شوف سجاير. لا هي توقف سجاير محتاج سكيدجول معين. ثم بعد كده بقى الموضه الحمد لله ايه هي بقى؟ بص لازم تصلح الفاكتورز دي كلها مش بقى ضغط الدم والانيميا والهايبرتنشن ده بس هو الاثنين الاخرين دول. بص موضه اهي اللي هي اسمها بي تي سي اي بيركيوتينيوس مدخل قسطره كروناري انجيو بلاس انجيو جلاف. انجيو جلاف معناها بحي سفر اشوف الكروناري مين دايق فيها. بس انجيو بلاستي ادخل بالونه في نهايه اجيب لكم قسطره شوفوها وبنيتها بالونه ننفخها عشان الحته الضيقه نوسعها. على فكره الحته الضيقه فوق 60% يا جماعه 60 انت طالب. عيب وغير امانه علميه ولا طبيه. لما الدكتور قلبي يلاقي كونري 40% يقول له هركب لك دعان. هذه ليست امانه علميه ابدا. ويحاسب الارض في السماء. يعني ازاي؟ 50% ما يتركبش. ما بفكرش في 60 وانا طالع. اسمع كلام بلاش بقى انتوا عليكم تصليح كل هذه القيم اللي بعضنا فرط فيها. بص اسمها بي تي سي اي ادخل بالونه كده زي ما هوريكم شكلها وانفخها انا يقول لي هو العامل ده صح صح بس واخد سيديشن جامد. اول ما اقول له هننفخ ده بقى هيجي لك الم. بحاول افتح الحته الضيقه افتح وبعد شويه انزلها تاني هننفخ تاني هكذا. ده البالون بالونينج يعني تراي تو دايليت او اخنج اللي هي الحته الضيقه للاسف او نركب الستنت اللي هتقول عليها الدعامات. بعد ما فيش الكلام ده بعمل باي باس. باي باس عيب ابقى طالب سنه ثالثه واقول عملوا له عميل تغيير شرايين. شرايين يا مسكين اتغير فاهم ازاي؟ ده باي باس. يعني ايه باي باس؟ ياخد لك مثلا ليما ليفت انتيريور ميموري ارت وده عمره ما يحصل له اكل سكيور ليما ما اعرفش الليفت او رايت ليما. ها؟ عمر ما ليما ترجع لعدتها القديمه امامك ما فيش اكل سكيور في ليما ولا ليما. ويوصلوا من حته هتوقع تشوف الرسومات اجيب لك يعني رسمه عمليه بالكفاءه وتشوف الوصله واصله ازاي اسمها كامج كوري ارتي باي باس جرافت. يقول لك خدوا له كان عنده ثلاث شرايين خدوا له حته من السافيز ده يبوظ بعد 7 8 سنين معلش خدوا له واحد من هنا ما يبص ابدا ليما او ليما. ومن فضلك كامج قلب دلوقتي بعد مطلوع الدعامات قال تعالى في احنا مع اول واحد ماي ترايت ماي تريت ما ينفعش ثلاث اسامي مكتوب عندك لازم تكتب الجدول ده. صدقوني انا مش عيب عليك الجدول لازم تكتبه موجود في العالم. هنا كتب لك ثلاث اسامي استناني بس كده ووفر على نفسك. دكتور خد بقى سورس ماي ترايت ماي تريت نظري هام جدا جدا. ده كان نايتريت. انا هتكلم عن نايتريت الجدول ده عشان خاطري دايما هديك
عشرة الكتاب ماشي كان مصلحة زود قوي وحاجة بقى شوية كده أمشي للكتابة بالهارفيديا والهايفورتنشن. بص أكيوت أتاك ومقرجعين وشدتين اللي مشتت عليك اللي عليها شدت إن شاء الله آخر سنة العامل آخر سنة امتحان 25 مشدة يجيلك في الامتحان من الدنيا ثلاثة دي هدية دي هدية كده كل مشدة عليها خمس درجات يا 10 درجات يا 15 يعني ايه مش فاهم. بص بص يا دكتور هو اكيوت اتاك فور اكيوت اتاك على التخطيط هو اكيوت اتاك. انا مثلا لو بكلمكم دلوقتي طفل جالي انجاين بين جامد نفترض جست بين جامد قوي ازاي ضيع مفيش حاجه مفيش حاجه اسمها ما تكسبناش اشرب استحمل فاهم ازاي جزء على اسنانك مش حاجه كده فاهم ازاي لازم تاخد حاجه تضيع القلب تبقى حاجه سريعه. ولاول مره تسمع كلمه كمان بص شورت اكل فوق اكيوت اتاك كلمه اسمها ايميديت انفلاكسس كمان اول مره تمر عليك وانا بفهمه اخر مره. بص الماده اللي حولها دي تنفع في الاكيوت اتاك وايميديت انفلاكسس يعني اكيوت اتاك انا جالي قلم هستخدم ايه مش معايا ولا امال يعني ايه كلمه immediate prophylaxis بالعربي قبل القيام بمجهود هيجيب لي الالم يعني مش فاهم حاجه. انا واقف مثلا على محطه اتوبيس سرحت شويه جه الاتوبيس وفاتني ده بيجي كل ساعه ده لو جيت فاهم ازاي وفاتني احط القوس تحت لساني واجي ورا فاهم ازاي. قبل القيام بمجهود من المفترض يعني الكلام ده فيري افكتيف. شوف يعني هو يتحد انا طالع دور الخامس دور وراوتيني انا كنا اسانسير فاهم ازاي؟ او اختلف وقت المهم احط القوس واتجه على بعض. دي فوق سكشوال انتركورس فيري كومن احنا بنقول المرضى يقول لي في الاخر في الاخر طبعا مرضى بره فاهم ازاي؟ اللي سواء دكتور محسن يعني حياتي بقت شويه متاثره حط قوس في قلم فظيع خلاص ينتهي القلم. يبقى معنى كلمه immediate prophylaxis قبل القيام بمجهود بيعمل لي الم زق اخد ايه؟ دواء اسمه جلسرايد ترينيتريت اهو اللي يقرا على ده جلسرايد ترينيتريت نيتروجليسن ده اتقرا عليه ده اسم التجاري واسم تحت مكتوب نيتروجليسن شايفه ولا لا؟ نيتروجليسن اهو 25 جنيه فاهم ازاي؟ خلاص بص اوت بص ادي السايد برايورتي اوت سوري ادي اقراص صغيره كده اقراص صغيره تتحط تحت اللسان بص اوت تشتغل بعد دقيقه دقيقتين دقيقه دقيقتين على فكره ايه ليش يشتغل اسرع ده العين مش عارف اخلي حد منكم يقطع التلسان اهو ده بعضكم في جهه دي منظره يا واحد عمال يطلع قوس او زي ما بقول حط تحت لسانه ده ده لايف سيفي حط قوس تحت لسان صابلين والمميزات الصابلين اللي انتوا عارفينها اشتغل بعد دقيقه دقيقتين يقعد شغال نصف الساعه اهو يقطع صابلين ول اهو وسبري اهو اسمه نيتروجليسرين ده جاي من تي ان تي ديناميت ده ما يفرقعش فاهم ازاي؟ ومع هذا وانت طالع في المطار لو معاك كتير من دول سكيورتي بيشوفوا تضغط عليهم فوق بعض فاهم ازاي؟ وتعمل ازازه منفجره ده تي ان تي الديناميت انا بقول لك بقول صحيح اهو ده ترايلايتي طلع منافس ليه اسمه داينايتريت. بص دكتور مالهاش دعوه بالجوع رغم دي وشتة اسمه داينايتريت ايسوبايت داينايتريت يشتغل بعد دقيقتين لخمس دقائق ده اسمه في السوق عندنا داينايترا مشهور قوي اشتغل بعد دقيقتين لخمس دقائق ده كان اسمه في السوق ناقص الحقيقه انجيسيد في منه بخاخات بس داينايتريت كان في كان اسمه ان جي سيت كان مدعم شال الدعم فاهم ازاي؟ ده دقيقتين لخمسه يقعد ساعه ونص شغال
يعطى تحت اللسان سبرين ده نص مليجرام ده 5 مليجرام سلام يا جماعه مشتتين حلوين قوي في التكيف التكتاف يرد عليا الطالب خاصه تخبط طالب حلو ده قلت له ايه؟ صنم البروفيلاكسس للوقايه فترات طويله بص يا دكتور صنم البروفيلاكسس عاوزين حاجات اللي بتقول مصر بتاخد اورال بص لونج اكت نايترين حاجه اسمها سستين ريليس هتلاقي كده سستين ريليس يعني الدكتور عبد الداه حبايب عليه قال لنا حاجات ان القرص واحد يغطي فتره طويله سستين ريليس عندنا التراي نايترين يا جماعه يشتغل بعد ساعه اورال طبعا يطلع طالب بقى جاني زي اوبجكشن النيتريت تعرض لفيرست باس ميتابوليزم في الليفر جامد قوي. انا معاك. وانت حرقتني وخذلتني. انا معاك. الجماعه الامريكان بيدوها. انت ماشي ورا الامريكان خلوني نفوت. فاهم ازاي؟ بيدوها. وفي بعض الكتب بيقولوا انها قد تكون بلاسيبو. عارف يعني بلاسيبو؟ معناها حاجه سايكولوجيكال بس. ومع هذا ومع هذا بيكتبوها. الانجيو ده 60 ملي جرام هم المخترعين بيدوها اورال تشتغل بعد ساعه تقعد شغاله 12 ساعه تقعد بالفم شوف الحتة جالي معلش في خط الكلام ده عليك صدقني ده مره تخش بقى مش في الكتاب ده جابوها نظر اسامي النيتريت معلش كله للخير فاهم ازاي؟ دكتور في نايتريت بنسيب مراهن بص مراهم كان لطيف قوي كان مرهم كده ومعاه ورقه فيها سطور سطور بتسطر زي الورقه العاديه يقول لك سطرين كل 6 ساعات قال ايه سطرين تملى المرهم على السطر وتدهنه على القلب هنا للاسف الميل انديفيد بطل تصنيعه لان الميل انديفيد دهنوه على السكشوال اورجن فاهم ازاي؟ لانه دايليته كويس فبيساعد الاكشن بطل تصنيعه لازم تعرفوا هذا الكلام بصوا عشان كده مريض الذبحه اللي بياخد ميتين كتير ما يشعرش بامبتنس يشعر السكشوال بوتنس بتاعته قوي هو بياخد دايلين جماعه كلنا نعرف بص الباتش باتش لازقه اللي عنده مريض عنده ذبحه صدريه يقول لي ما سمعتش يا دكتور محسن على النايتروجين باتش تقعد 12 احطها تقعد 12 ساعة شغال، بص أهي 12 ساعة شغال يا سلام على الطريقة دي في منه، طيب دقيقة يا طب في نايت بلسن أورال يقعد لونج أكتن سستين ريليس في مراحل وفي باتش أبناء زي ما في داينايتريت في داينايتريت أورال بالمناسبه في انفيوجن فيتامين سي مرتاح في العنايه المركزه في داي نايتريت اورال ده خاص بالارقام وفي مونو نايتريت سهل قلت فوق داي نايتريت وداي نايتريت في الاكيد اتاك من شويه هنا قلت داي نايتريت بس في منهم مع بعض في مرهم وفي لزقه وفي انفيوجن وفي داي نايتريت بس اسمه ايزوسوبايد داينايتريت اسمه ايزوديل وفي ايزوسوبايد مونونايتريت مونومان هو ازاي بيشتغل؟ كاريتك بتاعتهم ايه؟ المره الجايه اذا كانت اتفضلت معلش على الكلمه